في عالم آخر من مواقع التواصل الاجتماعي، مواهب في عدة المشاهير. رحيم شاب بدأت حكايته في زمن الكورونا، واتخذ من المنصات الرقمية بابا للتعبير عن موهبته في التمثيل والغناء. خدت تيك توك، شت ابي بي كيفاش يخدموا لي فيديو، سيت فيديو سيتو هكذاك ديجا كي بيبليتو مع باش بلاح يشوفوها الناس. يمت لك شغل لا شونس باش تبين روحك، كيما مدها بزاف ناس مدلهم تاني. نلحق لهم بلي نعرف نمثل، نقدر نمثل نيمبورت كال رول، سواء دراما سواء ضحك سواء نيمبورت كال رول نقدر نتورنيه. بفيديو صغير وتطبيق على الهاتف، رحيم أشعل مواقع التواصل وأضحى ممن يحصدون الملايين من المشاهدات والمتابعين. في تيك توك عندي 450 ألف، وعندي في انستغرام 180 ألف، وهذوك هما اللي يديروا لي كوراج باش نزيد ندير أكثر، ويحفزوني باش نزيد ندير عفسة ما خير. أما ديجا تبعني في تيك توك.